بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بحكمة وضعت الكنيسة هذا الإنجيل. اللي يسمع الإنجيل القراءة العابرة ما يعرفش ليه بالذات الإنجيل ده اتحط. انتوا واخدين بالكم إن الحد ده بيقع ما بين عيد الميلاد وعيد الغطاس. الميلاد اتولد المسيح طفل صغير في شبه البشر محدش يعرفه. في الغطاس استعلن ان ده ابن الله. السماء انشقت وصوت من السماء هذا ابني الحبيب، والروح القدس مستقر عليه مثل حمام. فحطت الكنيسة التدرج ده ما بين المولود في المزود اللي محدش يعرفه غير قليلين أعلن ليهم السماء، وما بين الإعلان من هو المسيح. هو ده الإنجيل بكل بساطة. القصة اللي اتقرت إنه فيما هو يتكلم رفعت امرأة صوتها من الجمع. طب كان بيقول إيه؟ ده كان بيخرج شياطين، والناس قالوا هذا بعل زابول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. أم الست دي حركها الروح فرجعت بينا تاني للعذراء وبطن العذراء، وزي هي كانت بترضع المسيح وتعوله. خلي بالكم ده بالضبط عمل الله معنا. العالم يعني يضطهدنا تلقى فيه تعزية من جوه، يقولوا على المسيح بعل زبول رئيس الشياطين، تطلع واحدة من وسط الشعب قاعدة رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. يعني بتنادي الراجل ده اللي باين كشخص يسوع، لا ده مطوب البطن ولدته والثديين اللذين رضعهم. ليه ده في ايه ده؟ أما هو فقال يسوع بقى بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظون. عاوز يقول بقى إن الشخص اللي أنتوا بتسمعوه ده بيكلم كلام الله، ده هو كلمة الله. طب واللي ولدته دي تبقى إيه؟ تبقى والدة الإله. ركز المسيح خالص على الكلمة، لأنه بالكلمة أخرج الشياطين، قالوا عليه رئيس الشياطين. طب الكلمة لما يتكلمها يسوع أنا وإنت هنفهمها إزاي؟ هنا بقى ابتدى المسيح ياخد من الكلام. كلمة المسيح بالنسبة لنا إيه؟ هو ده الموضوع النهاردة. قال جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان. كتير للأسف جدا من المسيحيين علاقتهم بالمسيح عاوزين يشوفوا آية، ورينا آية عشان نؤمن. طب ده المسيح من بدري قال لا آية تعطى إلا آية يونان النبي. آية المسيح الوحيدة هي موته وقيامته. مال إيه المطلوب؟ الكلمة. الكلمة مفيش آيات. اوعى تتوقع آية كبيرة. ده وصانا المسيح جدا ما تجروش ورا الآيات. ده قال لما هيجي المسيح حياتي بغتة كما لص، وكما كان في أيام نوح زمان مجيئه هيجي على غفلة. مفيش آيات يعني اللي انت متوقع أبدا. الآية الوحيدة هي اللي عملها المسيح. طب ما للنهاردة أنا أحس بيه وأعرفه إزاي؟ عن طريق الكلمة. الكلمة اللي قال بل طوبى للذين يسمعون كلام الله. أوضح أكتر، الست بتقوله طوبى للعذراء اللي ولدتك ورضعتك، هو بيقول طوبى للي يسمع كلام. يعني إيه؟ يعني ده زي ده. كرامة العذراء تتساوى مع من يحفظ الكلمة. يا ده احنا عدنا شهر نسبح في العذراء دي وقلنا ان كرامتها
علت فوق الملائكه ورؤساء الملائكه. جه المسيح ببقه وقال من يحفظ الكلمه ياخد. مره قالوا له امك واخواتك، قال لهم من امي الا الذي ايه يسمع كلامي ويعمله. قد كده قد كده اللي يسمع الكلمه ويعمل بيها ترتفع كرامته الى كده. طيب ايه الكلمه بالنسبه لنا؟ قال ليس احد يوقد سراجا ويضعه في خفيه ولا تحت مكيال، بل يضع على المناره لكي ينظر الداخلون النور. الكلمه هي النور. النور لا يوضع تحت مكيال بل يوضع على المناره فيضيء لكل من في البيت. سؤال، انت فين من الانجيل؟ انت فين من وصيه الانجيل؟ لو وصيه الانجيل عاليه عندك وهي اللي بتقود حياتك، قال لك جسدك كله هيبقى منير والعالم كله هيبقى منير حواليك. خدتوا بالكم من تسلسل الكلام؟ ايه موقفك انت من الانجيل والوصيه؟ حاططها فين؟ حاططها فوق على المكيال ولا مخبيها؟ ما ده النور، ده النور الوحيد اللي هيضيء ليك في العالم. وبعدين علق المسيح بقى تعليق صعب قوي، قال جسدك كله هيكون منيرا، انظر لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. ايه دي بقى؟ احنا كلنا اخذنا النور. ايه النور ده؟ عشان النور ده الادراك العقلي لكلمه الله. المسيح بيحذر اوعى النور اللي يبقى فيك يبقى ظلام. يعني ايه؟ يبقى عقلك ما بياخدش من النور، يبقى عقلك مظلم. اوحش مصيبه يقع فيها الانسان انه يتقطع العلاقه ما بين عقله وما بين الكلمة، يدخلوا ظلام. الكلام ده نظري؟ أبدا. ده الكلام ده أنا بشوفه كل يوم. إيه علة المشاكل بتاعتنا كلنا؟ النور مش موجود. كل واحد فينا حط له مبدأ يعيش به. ناس تتخاصم مع بعض وتقول لا 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 ده ما المعاملة معاه ما ينفعش، ويجي يتناول. الله، طب فين النور؟ النور بيقول ايه؟ النور بيقول ما تتناولش وانت ليك على حد شيء. عقله فصل ما بين النور وما بين تدبيره. لا 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 لا، انا ضميري مستريح. ضميرك اتضلم. ده نور الضمير بيجي من الكلمه بعيد عنك. واحد يعمل نجاسات وخطايا، لا 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 انا مظلوم، انا ليا الحق. اي حق؟ أي حق بتبرر بيه خطايا نجاسة؟ وضميره يقول لك مسرية. إذا الضمير ده اتعمى، الضمير ده مات بسبب غياب النور. انظر لألا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نير كله. يعني لو عقلك استنار بالإنجيل جسدك كله والعالم كله من حواليك هيبقى نير. اسمعوا وصدقوني، علة خراب العالم كله هي غياب النور. اللي احنا مش عارفين في عالم دلوقتي بيبرروا الشذوذ ازاي. واحد مستنير مش مصدق. طب العالم كله اتضلم بسبب غياب الكلمة. طب ده الكلمة واضحة وزي النور. في الزمان في العهد القديم قال الوصية مصباح والشريعة نور، أو الوصية نور والشريعة مصباح. الوصية نور والشريعة مصباح. شفتوا العالم؟ اوعى يخش فيك الظلم. احذروا لئلا يكون النور الذي فيكم ظلام. طب أعمل إيه؟ ما تحكمش عقلك، ما تصممش برأيك، ارجع للإنجيل. ارجع للإنجيل. وصايا الإنجيل في منتهى الوضوح والقوة. دي زي الشمس، مين ما يشوفش الشمس إلا اللعمة.
أي واحد يفتح قلبه للنور حياة. لكن اسمع، غاب الإنجيل بكل صراحة. ماذا تتوقع من عالم مظلم؟ لو غاب الإنجيل من بيتك، ماذا تتوقع في بيتك إلا ضيقات؟ لو غاب الإنجيل من الكنيسة تلقاها خناقات، غاب الإنجيل من العالم تلقى خراب العالم. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ امسك، آدي الإنجيل، آدي المسيح. من هو المسيح؟ هو النور. ديكهم يقولوا عليه رئيس شياطين يخرج الشياطين، احنا نقول ده عينيا اللي بشوف فيها، ده الانجيل، ده نور حياتي. اتوسل اليكم اباء وامهات، نفتح الانجيل. اي شاب طفل عايش في بيتك ساعده يقرا الانجيل، اقروا العهد الجديد. مش عاوز اسمع مشاكل بقى، العهد القديم صعب. اقرا العهد الجديد، اقرا البشائر الاربعه، اقرا الرسائل بولس. سهله. تجوش توعدوا المسيح النهارده ما يفوتش يوم الا ونفتح الانجيل ونقرا. على فكره انا بكلم كل واحد، اوعى تفتكرون انا بوعظ، انا بكلم كل واحد. انا بس مش عاوز اقول الاسامي، لكن انا عناية في عين كل واحد. اتوسل اليكم، في شخص انا بتكلم مش بصص لي، اتوسل اليك تبص لي. افتحوا الانجيل. كل شاب وشابه عايش في بيتكم ساعدوه، شجعوه يفتح الانجيل لكي نستضيء حياتنا بضياء الانجيل. لربنا المجد الى الابد، امين.